بكم في النشرة الرياضية من قناة النادي الأهلي وإلى العناوين. 22 لاعبا في قائمة الأهلي استعدادا للأسيوطي. ربيع يعود للمشاركة في التدريبات أول إبريل. تأجيل مباراة الأهلي والمصري لأجل غير مسمى. مصر تتراجع 13 مركزا في تصنيف فيفا. وعالميا إشادة واسعة بمحمد صلاح بعد تألقه أوروبيا. أهلا بكم مجددا وإلى التفاصيل. أعلن حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي قائمة الفريق المرشح لخوض مباراة الأسيوطي غدا على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة 24 بالدوري. وأضمت القائمة كل من محمد الشناوي وشريف إكرامي، علي لطفي، حسام غالي، حسام عاشور، أحمد فتحي، محمد هاني، محمد نجيب، هشام محمد، جونيور أجايي، أكرم توفيق، أيمن أشرف، وليد أزارو، عبد الله السعيد، وليد سليمان، صبري رحيل، صلاح محسن، عمرو السولية، أحمد حمودي، وباكاماني، كريم وليد، وإسلام محارب. قلت غلط. توجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى الإسكندرية ظهر اليوم بعد أداء التدريبات تمهيدا لخوض مباراة الأسيوطي غدا بالدوري. هذا وقد تراجع البدري عن إقامة مران اليوم على استاد برج العرب مقررا التدريب على ملعب مختار التتش تجنبا لإجهاد اللاعبين، خاصة وأن الفترة الحالية تشهد ضغطا كبيرا في المباريات. تأكد غياب ميدو جابر لاعب النادي الأهلي عن مباراة الفريق غدا أمام الأسيوطي بعد عدم مشاركته في تدريبات اليوم. واشتكى ميدو من ثقل في العضلة الخلفية واكتفى بخوض تدريبات علاج طبيعي وتأهيل ولم يشارك في التدريب حتى لا تتفاقم الإصابة. يواصل أحمد حمدي لاعب النادي الأهلي أداء تدريباته التأهيلية تمهيدا للعودة من جديد للمشاركة في التدريبات الجماعية. ويأتي هذا بعدما اشتكى اللاعب من آلام في العضلة الخلفية أدت لابتعاده في الفترة الأخيرة عن المشاركة في التدريبات الجماعية. ويخضع اللاعب اليوم لجلسة علاج طبيعي في الجيم ضمن برنامجه التأهيلي الذي وضعه الدكتور خالد محمود طبيب الفريق. يخضع رامي ربيعة مدافع النادي الأهلي لفحص طبي جديد بعد أسبوعين
تحت إشراف الخبير الألماني ماير لتحديد مدى تعافيه من الإصابة التي يعاني منها. ومن المنتظر أن يستمر اللاعب في ألمانيا بعد هذا الفحص لمدة أسبوعين إضافيين، على أن يعود بعدها إلى القاهرة لاستكمال برنامجه التأهيلي. فيما صرح خالد محمود طبيب الفريق أن اللاعب سيصبح جاهزا للمشاركة مع الفريق في التدريبات أول أبريل المقبل بعد إنهاء برنامجه التأهيلي.